السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي منسوبي شركة آفاق التعليمية، أهلا وسهلا بكم. أنتم اليوم على موعد جديد ودرس جديد من دروس مادة الفقه والسلوك. درسنا اليوم يا أبطال بعنوان المحافظة على الممتلكات العامة. النشاط الأول، أضع علامة صح تحت صور الممتلكات العامة. الصورة الأولى بالفعل هي من الممتلكات العامة الموجودة لألعاب الأطفال في الحدائق والمتنزهات. الصورة الثانية بالفعل من الممتلكات العامة المدرسة من الممتلكات العامة، المسجد من الممتلكات العامة، أما القلم والساعة والسيارة من الممتلكات الخاصة. المدرسة من الممتلكات العامة، المغاسل في المساجد والمدارس من الممتلكات العامة، أيضا الطاولات من الممتلكات العامة في المدرسة. بارك الله فيكم أيها الأبطال. النشاط الثاني، أضع كلمة عامة أو كلمة خاصة في الفراغ المناسب. الأشياء التي أملكها وحدي تسمى ممتلكات خاصة، الأشياء التي أستفيد منها أنا وسائر الناس تسمى ممتلكات عامة. بارك الله فيكم أيها الأبطال. النشاط الثالث، حدد بعبارات مختصرة واجباتك تجاه الممتلكات العامة. لا تعبث بالممتلكات العامة، بالفعل هذه الصورة تعتبر خاطئة يا أبطال، فعل غير صحيح وهو الكتابة على الجدران خطأ يا أبطال. نحافظ أو أحافظ على الممتلكات العامة. قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء يا أبطال نعمة عظيمة فلنحافظ عليها. النشاط الأسري، نحدد الأشياء التي تعمل بالكهرباء. بالفعل الصورة الأولى الأباجورة هي تعمل بالكهرباء، والثانية كذلك، والثالثة كذلك، أما الساعة لا تعمل بالكهرباء. الأداة التي نكوي بها الملابس تعمل بالكهرباء. الميكرويف بالفعل هو من الأدوات التي تعمل بالكهرباء. النشاط الرابع، أكتب فعل جيد تحت الصورة التي تعبر عن المحافظة على الممتلكات العامة، وأكتب فعل سيء تحت الصورة التي تعبر عن عدم المحافظة على الممتلكات العامة. فعل سيء رمي القمامة في الطريق يا أبطال. الصورة الثانية فعل جيد، الثالثة فعل سيء هو ترك صنبور المياه مفتوحا أثناء تفريش الأسنان. الصورة الرابعة فعل جيد لغلق صنبور المياه أثناء تفريش الأسنان. أضع كلمة أنا أو كلمة أنا لا في المكان المناسب. فراغ، أحافظ على نظافة المسجد. أنا أحافظ على نظافة المسجد. فراغ، أعبث بصبورة المدرسة. أنا لا أعبث بصبورة المدرسة. فراغ، أطفئ المصباح عند خروجي من غرفتي. أنا أطفئ المصباح عند خروجي من غرفتي. فراغ، أسرف في استخدام الماء أثناء الوضوء. أنا لا أسرف في استخدام الماء أثناء الوضوء. أحسنتم أيها الأبطال. أرتب الكلمات الآتية لتكون جملة مفيدة. لا ماء أن نعيش يمكن دون. إذا بعد ترتيبها أيها الأبطال ستكون لا يمكن أن نعيش دون ماء. أشكركم. أربط بين كل كلمة والصورة المناسبة لها فيما يأتي. الصورة الأولى، لا تعجبني أو لا يعجبني. الصورة الثانية وهي الموجودة على اليسار، لا يعجبني أيضا هو اللعب بالمياه والإسراف في المياه. أيضا المزح الثقيل بين الأطفال وبعضهم وهذا تصرف خاطئ، لا يعجبني. أيضا التدافع أثناء الخروج أو الدخول، لا يعجبني. أما الذي يعجبني هو الاستئذان قبل الدخول والصلاة في جماعة مع معلمي ومع زملائي طاعة
تصرف يعجبني. إلى هنا نكتفي بهذا القدر يا أبطال، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.